كاين تقلق واش ندير؟ بعد ساكته وخلاص سنت فاش نبكي باش نقولوا ما نتقلقوش، حنا كاع الجزائريين نتقلقوا. اللي يقول لك ما نتقلقش يقول انت ماكش جزائري وانت كذاب كبير. لي رياجي بالبكاء. مليح انه الانسان باش ما تضرب ذاك بنادم ولا تكسر ذاك بنادم، تكسر ديك الحاجه اللي تكون عندك، طبيعي جدا. ولكن نتقلق واش ندير؟ نهبط للاصطاد، نهبط للاصطاد، نلعب، نجري، نعيط، كلش نديفولي. تعيط لك صاحبك نتقلق واش ندير معاه؟ نقلقوا كيف بعد. اذا وين تعاركوا نتعاركوا ثاني كيف مع نفس الشخص عادي. نتقلق نتنيرفا، ما نقدرش نخمم، نولي ندا نكسر. كي نتقلق حاجه واحده، نحكم بلاصه، نبدل البلاصه، لوندرو اللي نكون فيه نبدلو، ما بقاش بلاصه هذيك. وكاين حاجه واحده اخرى، بالك نتوضا نروح نصلي. هذه هي. انا كنت نتقلق ولا غير نقلع، على بالي واش كان العواقب، على بالي. نقدر بالك نكسر، بالك نضرب. كي نتقلق نكسر. نكسر كل واحد قدامي حتى لو كان ابني. بديهية، سرعة بديهية، يعني على طول ردة فعلك بتكون جاهزة، لأنه أنت هيكت أنت مخلوق هيك. مستغفر مشاهد نبيتي نقصر شوية باش نديكاجي على روحي، باش ما نتقلقش بزاف، خاطرش اللي يتقلق على بالك روح فيها. يفالي ميو الانسان كي يستغفر، كي يتقلق يستغفر برك ويشهد. ضرب مع المراه كان يتقلق لا نخرج نخليها ليس حتى يروح عليها هذاك الزعاف، من بعد نقولوا نقصروا وكلش. ما ندخلش في اللعبه نتاعها باسكو نولي هي تقول وانا نقول، ونولوا في كروند باكار، ونولوا في الشروعات، ولا بعد تصير في حاجه واحده اخرى. بون كاين دي فوا وين ندير رياكسيون رابيد، نبدا نعيط ولا نبكي ولا، مي دي فوا نلم في قلبي وشغل نروح نريح في بلاصه اللي يكون فيها الكالم، نعاود نراجع نفسي. مرات الاولى تخرج ومرات الدوزيام، مي لا بلوبار دو طون لا دوزيام، لانه لا دوزيام تكون فيها نقدر نقولوا الخسائر اقل. شغل ما تكونش لانه لما نكونوا زعفانين نعم ما نكونتروليوش روحنا واش راح نهضروا واش راح نديروا. ثم الدوزيام بالك سي فري كو ترجع لقلبك، بصح مش راح تندم ابخي. نعيط هذا ونهبطوا للسطاد نديفولو، نلعبوا بالو، نقصروا كاينتين، نبقوا ندورو في البلاد. ها هو اللي يقدر يكالميني. وعندي واحد ثاني راهو كي خويا، نقصروا انا وياه كل شيء، نحكي له كل شيء صاحبي. تقلقت مع مرتي ولا نخرج؟ ولا تقلقت نخرج ما بقاش نلكك معاها ولا نروح. سينو تولي حاجه اخرى. الحمد لله هي ما تقلقنيش الحمد لله. هذه ديجا صارت لي في رمضان 2018، كسرت الطاقه، درت جملين ونص الومنيوم هذاك الوقت. قتلوني بالمخبط. والله على بالك تعرش، تسمع شويه تعرش من هنايا. ما كنتروليش كاع روحي، يبداو يلعبوا. اللي يقلقني شعل فيه، نزيد نتقلق اكثر. بون واش نديرو؟ نستغفرو اول حاجه، ومن بعد نبداو بالحوايج السهله، كسر 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 وخلاص. هذا ما كان. ومن بعد كي يزيد يقعد شويه زعاف، تخرج ديفولي كاش تجري ولا ديري سبور ولا هذا ما كان. نندم. مع المدام، خليها اكوتي. اما كون تزيد تقلق عليها، يزيدو في زوج نوليو نزيدو نتيرفا ونكسرو كلش مالها. انا بيرسونال نتقلق نضرب خوتي الصغار، عندي خوتي صغار في عمرهم هذا في عمرها 7 سنين وهذا في عمره 10 سنين، نضربهم كيما البارحه قلقوني ولا هرستهم بالمخبط كيما يقولوا. خوتي صغار ديريكت قلقوني، تقلقني يما بابا نخلف في خوتي الصغار. لا برا عندي كي يكون نلعب بلاي مع اصحابي من هنايا، كل مانيطه عيانه نكسر مانيطه ما اختلفت، ما عنديش بزاف من كسرت له بلازما والبلاي كات جاوني باك شحال والله غرامة واقيلا قريب 9 ملايين واقي خلصتهم له. شنو نقول؟ كسر عندي انا كسر، شاب تزيري كاع كسر، ما كانش زعما هكذا ابار الصلاة ثانية كي نتقلق هكذا نتوضا نصلي نعبد ربي سبحانه نرجع ربي سبحانه على كل حال. دي فوا كي تقلق واحد قدامك يقلق دي فوا تضرب بها، دي فوا ما يبانش تكون حاجة فيك تضربي بها، دي فوا دي بون على حسب. انا قلت لك كي نتقلق نستغفر، شاهدوا استغفر. انا شوفي حاجة دو ريان ديتو نتقلق عليها، انا نيرفو بزاف، حاجة ما كانش خلاص نتقلق. نكسر والله نكسر عندي خدام بزاف يقلقوني، نكسر نعيط نسوغ. ويستغفر ومن بعد صاي تفوت واحد المومو هكا صاي نولي ندم وعلى سي ماشي تروطار فات.
حنا كجزائريين كاع مقلقين. بصح الانسان كي يتقلق لازم يطبق السنه تاع النبي عليه الصلاه والسلام. جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله اوصيني، قالوا لا تغضب. قالوا يا رسول الله اوصيني، قالوا لا تغضب. قالوا يا رسول الله اوصيني، قالوا لا تغضب. معناتها باللي الغاضب يقدر الانسان يدير كلش، فهمتني؟ يقدر يدير الانسان يدير كلش، يقدر يكسر، يقدر يضرب وليده، بالك يعيبه، بالك يضرب مرته، بالك شنو يصرى لها. الانسان هي من السنه كما نقولوا، الانسان كي يغضب يتوضا، يصلي جوج ركعات ويحط راسه ويروح. ما نرياجيش. لا لا نورمال عادي. ايه واحد كي يتقلق سي تادير يزعف، هي سي تادير بو كوميتر كيكو شوز، يقدر يدير كش عفسه ولا جينيرال نيرفوزيتي هذه. بصح واحد كي يتقلق يستغفر، ها يقعد في بلاصته. الانسان كي يتقلق يطبق السنه، اولا الانسان كي يكون مقلق على حسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد يجلس ويستغفر. وكاين الانسان طبيعته، كاين الانسان اللي يتقلق يروح كاين يشرب قهوه، كاين اللي يتقلق يروح يصلي، كل واحد كيفاش. ولكن هي حاجه الغضب هو ما كانش من الاحسن من الجلوس انه يقعد ويستغفر، يشهد ويستغفر ويخذ الشيطان. دي فوا يروح بيان سور الاعصاب تاعك يكون تولي في اعصاب واوتار، تولي على حسب الدرجه تاع على حسب الدرجه تاع التقلق. اذا كانت 50% بالك تستعملي بحاجه انت ما عباكش بها بدون وعي. اي انسان طبيعة كل جزائري، وحنا وخاصه حنا الجزائريين حنا مقلقين بزاف الجزائريين. كي نتقلق ما عندي ما ندير، نخرج برا هكذايا ونسمع نقرا نحكم مصحف هكذايا ونريح. جامي نتقلق، حتى شكون تقلق طلع لك لا طونسيون، طلع لك السكر. الور يفو ميو لا اضرب الدنيا بركله ما على بالكش كاع بالدنيا. وهذه هي عندي 70 زون سبورتيف رياضي، ندير رياضه. والناس كاين اللي يتقلقوا طلع له لا طونسيون، يطلع له السكر. الله يسترنا ويحفظنا والله يستر كاع المؤمنين ان شاء الله يا رب العالمين. نتقلق بزاف، نشمخ روحي بالماء، نشمخ روحي بالماء، ومن بعد الريح وحدي شغل بعيد عن الناس هكذا. نستغفر ربي سبحانه وتعالى، نستغفر حتى نتكلم وحدي.